السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا عبد العزيز حسن من فريق عمل خدمات ويب دوت كوم هنتكلم النهارده على سيكشن جديد في التعامل مع الهيلبر فانكشن وهو سيكشن خاص بالسترينجز التعامل مع النصوص في البلار. في الحقيقه البلارف بيوفر مجموعه كبيره جدا من الهيلبر فانكشن التعامل مع النصوص اول حاجه الكم الكامل كيس ايه الكامل كيس دي تعالوا نقول مثلا هنا ان عندي مثلا سترينج اقول له هنا دي داي اندم بالشكل ده اقول له هنا كامل كيس كامل الكيس دي هديها مثلا سترينج وليكن مثلا string ده بالشكل التالي آه او مثلا فو underscore بار بالشكل تعال نشوف هيرجع لي بايه دلوقتي في حالتنا دي تعال نشيل بس السيمي كولن نعمل هير بص رجع لي ايه خلالي اول letter من ال من ال من النص small تاني لتر اللي هو بعد الاندرسكور هنا كابيتال تمام ومسح مساحة الاندرسكور لو خليت دي هنا كابيتال بالشكل ده بصوا هيخليه لي برده سمول تمام فدي الكامل كيس تمام لو حطيت انا دلوقتي اندرسكور تاني وبعدين مثلا فو تاني بالشكل ده خليها بالشكل ده كده بصوا اللي هيحصل ايه هيرجع لك بتاني برضو كلمه بعد الاندرسكور ب حرف كابيتال بالشكل ده فدي اسمها كامل كيس طيب اللي احنا كاتبينه ده اسمه سنيك كيس يعني ايه سنيك كيس دي الهيلبر فانكشن رقم اثنين اسمها سنيك كيس بصوا لو انا اديته الكامل كيس دي لو اديته نص زي كده من نوع كامل كيس وقلت له اعمله لي سنيك كيس هيرجع لي بنفس الشكل اللي انتم شايفينه قدامكم ايه لازمة الكيسز في التسمية؟ دي انواع او طرق ان انت تسمي مثلا ممكن تسمي الفانكشنز بتاعتك ممكن تسمي اي اسماء الملفات بتاعتك بنفس الاسلوب وهكذا. فده بيسهل لك ان انت تعمل جنريت للاسماء بالشكل اللي شايفينه ده سواء كيميل كيس او سواء السنيك كيس. مفيد جدا جدا طبعا لو انت مثلا بتسمي فانكشنات لو انت مثلا بتعمل اطرود لفانكشنز بشكل معين يعني بتخلي ملف معين يعمل لك يشغل لك فانكشنز كتير فبتسمي الفانكشنز بنفس بنفس الاسلوب ده. وتعمل لهم لودنج يعني دي حاجه من الايه من الحاجات اللي ممكن تستخدمها في القصه دي. طيب في حاجه ثانيه اسمها class نيم بس يعني ايه class uh, base نيم بصوا لو انا جيت هنا قلت له مثلا تعال هنا على اي class وليكن مثلا controller ده كده ورحت واخد دي كده كوبي اهي دي ورحت حاططها هنا بيس تمام؟ تعال شوف اللي يحصل. رجاله ايه؟ رجال controllers ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل هنا ان انا بدي له مثلا نيم سبيس معينه زي دي تمام هو بيرجع لي بالكلاس بي بتاعها اللي هو كنترولرز في حالتنا احنا هنا طبعا هنا المفروض ان هو بيعمل نيم سبيس اللي اسمها كنترولرز تمام فبالتالي هو هنا راح جاب لي كلاس اللي هو اسمه كنترولرز بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده انا بديله نيم سبيس وهو بيجي لي كلاس البيز البيز نيم عليها طيب ده بالنسبه للكلاس بيز دي برضه هيلبر فانكشن حضرتك اه بنستخدمها كتير جدا لو انت عايز مثلا عايز, عايز تقول كلاس معين بتدي له النيم سبيس بتاعته هو بيجيب لك الكلاس نيم طبعا احنا ممكن نستخدمها في حاجه زي مثلا نوتيفيكيشن نوتيفيكيشن بنستخدم حاجه زي الكلاس نيم بيز ممكن نشرحها قدام ان شاء الله المهم آه في حاجه اسمها الاي اي الاي بقى بتعمل حركه لذيذه جدا جدا جدا, جداً بصوا لو انا عندي مثلا المستخدم دخل اتش بالشكل ده اظن اتش HTML بالشكل ده بالشكل اوكي وكاتب مثلا هنا وليكن نص وليكن فوق مثلا تعال نشوف ايه اللي بص رجع بايه حول لي اللي هي البراكتس دي لي اللي هي السبيشال كاركتر بتاعها بتاع الاتش تي ام ال ده السبيشال كاركتر بتاع البراكت اللي هو ده تمام وده السبيشال كاركتر بتاع البراكت اللي هو ده تمام فهو بيحول لي اي تاجات اتش تي ام ال ليه طيب ايه تاني؟ في ستارت وذ دي ده اللي بتاكد لي ان النص اللي انت مدخله بيستارت بي او بيبدا بكلمه معينه يعني مثلا تعالوا نقول هنا مثلا this is my name فانا هاجي اقول له هنا ان الجمله دي بتبتدي ب this ولا ما فهو لو بتبتدي هيديني true لان هي فعلا هنا انا بادي بزيس طب بص لو قلت له هنا تي سمول رجع فولس يعني هي سنتف يعني بتب لازم يبقى لو انت كاتب هنا تا... كابيتال يبقى هنا كابيتال لو كاتب هنا سمول لازم هنا سمول طب تعالى ارجعها تاني كده تي كابيتال ايه رجعت لي ترو تاني تمام فهنا دي ممكن لو انا مثلا ببعت نص معين عايز اتاكد ان بدايه النص بتحتوي على كلمه معينه لازم اتاكد منها عامله زي الريجولار اكسبريشن كده مثلا وفيه عكسها end with. لو نهاية الكلام بتحتوي على النص أنت مديهوله يعني أقوله هنا this is my name وأتأكد إن النيم دي هي آخر كلمة عندي فعلاً أتأكد كده فعلاً آخر كلمة طب لو قلت له آخر كلمة اسمها مثلاً namesد أي حاجة هيقول لك for طبعاً لأن آخر كلمة هنا في حالتنا اسمها name تمام في هنا str contain دي بقى لو أنا عايز أتأكد إن مثلاً النص ده بيحتوي كله على كلمة ماي مثلاً فهل النص ده فيه كلمه ماي؟ اه فيه كلمه ماي بس في النص. تعال تشيك كده. هيرجع لك بترو لان هي فعلا في النص. طب قلت له ماي واي مثلا هيقولك لك فولس لان الدبل واي طبعا ما فيش حاجه اسمها ماي دبل واي هنا. تمام. في حاجه اسمها اس تي ار ليميت. يعني ايه اس تي ار ليميت؟ لو انت مثلا عندك دي طبعا بيستخدمها كتير جدا, جدا جدا. لو انت مثلا عندك بترجع من ده مثلا بحقل نص مثلا فيه 100 كلمه. انت عايز تظهر منهم بس 20 كلمه عشان الديزاين ما يبص. فانت حضرتك بتقول له هنا اس تي ار ليميت. كلمه مثلا this. is my name مثلا اي عدد من الحروف اللي تكتبه له لو انا سبتها بالحاجة بالشغل ده كده ما اي حاجه ثاني هو لوحده هيظهر لي 100 حرف فقط يعني الديفولت بتاعها ان هو بيظهر لي 100 حرف فقط طبعا دول اقل من 100 فعشان كده ظهر لي ظهرهم لي كلهم لو انا عايز احدد بقى ممكن اقول له اظهر لي بس 20 حرف منهم بالشكل ده فهو يظهر لي 20 حرف وكمان بيحط لي هو ثلاثة نقطة بالشكل ثلاث نقط بالشكل ده طيب انا ممكن اغير النقط دي ممكن تغيرها ازاي هدي له متغير ثاني اقول له بدل ما تحط لي بدل النقط حط لي مثلا بالشكل ده اللي هي براكتس دي فهو هيشيلهم لي لي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه قدامكم ده عايز اخليهم نقط ثاني ممكن او اغيرهم اقول له حط لي النقط او اشيلهم خالص وهو ديفولت بيحط لي النقط بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده أو. طيب دي اس تي ار ليمت طيب اخر حاجه اس تي ار فينش يعني اس تي ار فينش انا يعني بدي نص معين بالشكل ده وليكن مثلا this is my name وبقول له بعد ما تخلص لي حط لي بعدها سلاش احط لي اي حاجه اي حاجه انا عايزها بقول له حطها لي ثواني سلاش بالشكل ده اهو فبيحط لي بعد بعديها سلاش ممكن اقول له حط لي مثلا اكبر من حط لي اصغر من حط لي اي حاجه بعد النص ما يخلص بالشكل ده فدي وظيفة اللي هي اسمها str finish طيب دي كانت بعض الدوال اللي بتتعامل مع النصوص هنكمل ان شاء الله في الدرس الجاي بقية الدوال اللي بتتعامل مع النصوص من خلال الارفل اشوفكم الدرس الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته